يعقد هذا المزاد للعام الرابع على التوالي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المزاد عرض مئات الصقور بما في ذلك بعض الأنواع النادرة، كما أضاف أن المزاد قدم منصة دولية لتبادل وبيع الصقور، حيث كان فرصة سانحة لعشاق ومربي الصقور من مختلف أنحاء العالم. وكان أغلى صقر تم بيعه في هذا العام هو صقر ذكر من مزرعة صقور أمريكية، حيث بلغ سعره 400 ألف ريال سعودي. طبعاً لله الحمد، نادي الصقور السعودي حريص جداً على الحفاظ على هواية صيد الصقور وموروث الموروث التاريخي لدى المملكة العربية السعودية. طبعاً لن نتوقف في هذا المزاد، بل إن شاء الله راح نشوف في المستقبل القريب الكثير من عدد المزارع المنتجة، وأيضاً كثير من عدد الدول اللي إن شاء الله سوف تشارك في خلال فعاليات نادي الصقور السعودي.